فرصة دلوقتي ان احنا نشيد بدور الفنانة الكبيرة سوسن بدر طبعاً في طبعاً هذا العمل يعني اللي حضرتك قدمته. طيب انا عايزة يعني انتقل الى الجزء الثالث من هذا العمل. إن شاء الله. هندخل بقى على مصر شبه الحديثة يعني. يا مش قوي. يعني قربنا شوية. قربنا شوية. ما هو الموسم الأول غطى 20,000 سنة اللي فيهم بقى البري دايناستيك وعصر الأسرات. الموسم الثاني 1000 سنة بس. والموسم الثالث 1000 سنة برضو. لأن هو الموسم الثاني بيبتدي من 34 قبل الميلاد وبينتهي 960 ميلادي. فهي 1000 سنة. والموسم الثاني هيبتدي بقى من الثالث هيبتدي من 960 ميلادي لحد ما قبل ثورة 52. فبرضو برضو 1000 سنة تانية. طيب يعني ناوي تقدمه ازاي؟ الجزء هل كما نعلمه وكما درسناه وما هو مقدم؟ احنا لسه حاليا بنكتب، احنا لسه في مرحلة الكتابة والبحث، ولكن هو لا هيبقى فيه مفاجآت كتير. برضه هنرجع لنقطة إنه الناس بيبقى عندها أفكار متوارثة وهي عبارة عن تراث أو فولكلور ولكنها ليست يعني لا هيك بتقول أفكار متوارثة، احنا دلوقتي بنتكلم عن تاريخ بالظبط. هل بنتكلم عن أخطاء تاريخية تم ترديدها كتير ولا أكيد. بنقدر نتكلم عن يعني أخطاء ليست في التاريخ ولكن في الحياة العادية لا هي بتبقى أجان حاجات متسجلة بفترات عن الحدث وبيتم تناولها ك يعني مخطوطة تاريخية للحدث نفسه. طب مثال؟ لا حاجات كتير قوي. حاجات ابرز كتير. مثال يعني مثلا الموسم الاول اخناتون الناس كلها بتحبه جدا لان هو اول من نادى بالتوحيد، ولكنه في الواقع لم يكن حاكم موفق بشكل كبير، ومصر عانت وقت فتره حكمه. دي كانت صدمه لناس كتير لما الموسم الاول اتعرض، لان هو اخناتون عندنا محطوط في حته خاصه جدا كونه اول من نادى بالتوحيد. صحيح. ودي حاجه كبيره الحقيقه في التاريخ يعني اكيد. ولكن في واقع الامر الشعب المصري اللي كان عايش تحت فتره حكمه يعني عانى كثيرا من ظلم وقهر كتير، وحتى كمان فرضه للعقيدة الموحدة تم بشكل فيه نوع من الإرهاب بشكل كبير للناس. فده يدينا منظور مختلف تماما لشخصية إخناتون عكس، لكن حنقدر له الحقيقة برضو فكرة التوحيد طبعا. ولكن في 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 قصة إخناتون بالتحديد احنا عارفين الخلفية السياسية التي نتج عنها هذا المشروع التوحيدي، وهي كانت معركة سياسية دامية ما بين القصر الملكي وما بين كهنة معبد الكرنك. فهم كانوا في عراك مستمر على السلطة الدينية والسلطة الحاكمة، وهو ده اللي أدى ان على فكرة حتى الإله اللي وحده إخناتون مش هو اول من نادى بيه، أبوه بدأ قبليه. أبوه في عهد أبوه الملك أمنحوتب الثالث بنبدأ نلاقي كتابات وإشارات إلى الإله. ده اكتشاف جميل وطبعا بس عكس السائد عند الناس، عكس المعلومة السائدة عند الناس. ما هو العمل الفني أيضا يعني من وظائفه أنه يصحح المعلومة وبالذات الوثائقي أنه التاريخ هو ده. لو أنتوا سامع حاجة تانية مش شرط تكون ليها مدلولات تاريخية. المصادر دي حاجة صعبة جدا وصعب وبتترجم وكل واحد بيبقى ليه وجهة نظر في ترجمتها، ويعني موضوع شاق. أنا بحترم جدا جدا دكاترة الآثار وعلماء الآثار، دي مهنة حساسة وممتعة وبديعة. وبجد لما قلت لحضرتك في أول الحلقة إن أنا بتمنى أكون دايما حلقة الوصل ما بينهم وما بين الجمهور، ده حقيقي، لأن هم بيقدموا مادة مهمة جدا ولكنها مادة علمية تقيلة جدا في نفس الوقت. طبعا. فأتمنى أن من خلال أم الدنيا وأعمال أخرى نحن ناخد الشغل الرهيب اللي هم بيطلعوه من الأرض ده ونبسطه للناس. طيب نرجع تاني للجزء الثالث. أيوة. ويعني هننتظر فيه إيه؟ الجزء الثالث بيبتدي من نهاية حكم الحاكم بأمر الله واختفائه الغامض ودور ست الملك أخته البديع في الإطاحة بيه وفي الحكم بعد كده. وست الملك كمان ليها قصة لطيفة قوي هنبدأ بيها الموسم الثالث، ليها علاقة بالمعبد اليهودي اللي في مصر القديمة والجنيزة الخاصة بيه. يعني ست الملك ما كناش عارفين إذا كانت هي فعليا حكمت مصر بمفردها ولا لأ، ولكن اتلقت مخطوطة في الجنيزة بتاعت الجنيزة. على فكرة هي في المعتقد اليهودي ما ينفعش يترمي أي ورقة أو مخطوطة مكتوب عليها اسم الإله.
فالجنيزه بتكون حفره في الارض بيدفن فيها اي مخطوطه الاوراق دي، الاوراق دي مكتوب عليها اسم الاله، فبتلاقي بقى من عقود لجوابات لاي حاجه مكتوب بتلاقيها في الجنيزه دي. وكلمه الجنيزه انتقلت بعد كده الى اللغه العربيه الى كلمه الجنازه، انها جايه من الدفن، من فعل الدفن نفسه. ففي جنيزه المعبد اليهودي اللي في مصر القديمه بنلاقي دوكيمنت بيؤمر باعاده انشاء المعبد وعفو من الضرائب وممضي من تحت من ست الملك، وده اول دليل مادي انها حكمت، انها حكمت كحاكم من بعد الحاكم بامر الله. وبنكمل بعد كده الفتره الفاطميه، الفتره الانهيار بقى الخلافه الفاطميه والشده المستنصريه، مرورا بدخول صلاح الدين الايوبي والفتره الايوبيه اللي هي مش مفعمة بالأحداث التاريخية الهامة بالنسبة لنا إحنا كمصر زي ما إحنا فاكرين. هو يعني معظم نشاطاته كانت ناحية فلسطين أكتر واسترداد القدس والحروب مع الصليبيين، ولكن في مصر هنا الجايز يعني أكتر حاجة هو عملها أنه هو لغى المذهب الشيعي، لأنه هو ده كان المذهب المتصدر في مصر وقتها بسبب الخلافة الفاطمية، وعمل حاجة كمان أنا بحبها جدا، هو جاب الصوفيين. أيوة. جاب الصوفيين عشان يحلوا محل الشيوخ او الفكر الشيعي وقتها. ولكن اكتر من كده كتاثير على التاريخ المصري تاثيره محدود جدا. يعني ما قدمه الفنان الكبير يوسف شاهين في الفيلم المعروف عن صلاح الدين الايوبي، اعتقد القصه دي فيها كثير من التراث. وبرضه الفيلم بتاع استاذ يوسف شاهين كان مركز على حروبه مع الصليبيين في فلسطين اكتر ما هو شان داخلي هنا ليه علاقه بمصر بشكل مباشر. بس انا بتهيألي يعني الاعمال الفنيه هتختلف وجهات النظر طبعًا في تقديمها للاشخاص. طبعًا يعني طبعا بالذات لو دخلنا في حته السينما، مش كتاب تاريخ في النهايه، لو دخلنا في حته السينما بيكون في حاجات ما ينفعش ان احنا نغيرها. بالذات لو بنعمل عمل تاريخي، ولكن بيكون في تفاصيل من حق المخرج ان هو يعني يبدع فيها او يتخيل فيها. لو العمل سينمائي او درامي بحت، ولكن برضو بيفضل في حاجات ما ينفعش تتغير. أيوة. ستصل الى مصر الحديثه ان شاء الله. اي عهد؟ محمد علي وبداية الحداثة والتأثير الغربي علينا كمصريين والعالم كله الحقيقة في الفترة دي كان بدأ يبص ناحية الغرب. هل سنصل إلى مثلا ابنه إبراهيم؟ أبنائه كلهم إن شاء الله، لأنه خديوي وإسماعيل أكيد يعني هتصل إلى مثلا مصر الملكية؟ هنوصل لها، ويعني إن شاء الله ممكن الموسم الثالث ينتهي عند حريق القاهرة وبدايات ثورة 52، وكده يكون أم الدنيا انتهى، لأننا غطينا تاريخنا كله بشكل كبير. ولكن الفترة كمان اللي حضرتك أشرتي إليها دي مهمة جدا، لأن الفترة دي غنية جدا بتاريخ بداية السينما، صناعة السينما في مصر، وبداية تاريخ الغناء والمسرح والأدب والفن التشكيلي. الفترة دي بجد كانت فترة ذهبية فنيا، وده تاريخ لازم كلنا نفتخر بيه، تاريخ الفنون المصرية الحديثة اللي احنا عايشين بيه لحد النهاردة. طيب هو في الجزء الأول وما قبله يعني وجدنا فعلا أنه فكرة المواطن المصري لم تظهر قوي في هذه الحلقات. مزبوط. هل المواطن المصري في الحلقات الجديدة سيكون موجودا؟ ده في الأواخر. أيوه. ولكن في الجزء الأولاني من الموسم الثالث برضو المصادر قليلة جدا 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 جدا. احنا حتى رغم انها فترات تاريخية قريبة، ولكن المصادر للناس، العوام الناس، قليلة جدا جدا. واعتقد في اعتقادي الشخصي انا ده ليه سبب مهم قوي، وهو تغيير اللغه من القبطيه الى العربيه. احنا اخذنا فتره عبال ما اجدنا اللغه العربيه وكتابتها، وفي مخطوطات عديده من بدايه تحول اللغه من القبطيه الى العربيه، اللي احنا كنا بنكتب عربي ازاي، كنا زي يعني طفل صغير مش عارف يكتبه قوي. فاعتقد انه عدم انه حصل شوشره لغويه في فتره ما اثر على المصادر، أثر على التسجيل، وبالتالي أثر على وجود مصادر النهاردة نقدر نستخدمها في أن احنا نتعرف أكتر على الشخص المصري العادي.